يعني كل شيء تسكر زين، لطم وبكاء وبزناجين وايام رمضان اللي ايام الله متعدين عليها، يعني ما هي المراسم. ليس دين، ليس دين، ليس دين حبيبي والله ليس. هذا الدين الحمد لله فضحه الله بالعقل، فلذلك عندما الشيعي قال لي نستعمل العقل، قلت له الشيعي يستعمل العقل كيف؟ انت تعبد تعبد الاضرحه تقول لي استعمل العقل؟ ليش ما تتبع القران؟ تبع القران، قلت اعطيني ايه في كتاب الله ما يعرف. والله العظيم الحمد لله على كل حال، والله ينصر اهل السنه والجماعه الحمد لله. من ينشر الاسلام هنا؟ اهل السنه والجماعه. من يدافع ويرد على شبهات النصارى؟ اهل السنه والجماعه. الشيعه ماذا يفعلون؟ جننوني كل مره ياتيك كما اقول عن اليمين وعن الشمال قاعدين، لا منا ومنا. اللهم صل اهل البيت، ايش اهل البيت؟ الله يا اخي جننون اهل البيت، تعرف يذكرون اهل البيت اكثر من ذكرهم لله تبارك وتعالى. والله كان الخميني يقول لهم طريق القدس يمر عبر كربلاء. طيب كذبه صلعه على نعت العراق. والله احنا نفسنا نقولوا كذبه صلعه. اي كذبه صلعه. كله كذب. احنا كشفناه من قديم. نعم ما كلهم كذب. هاي في اليمن الحوثيين الموت امريكا، الموت اسرائيل، وهم يقتلون اهل السنه. اي نعم. الحمد لله من الحمد لله. الحمد لله اهل السنه منصورون. الله اكبر. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. الله اكبر. من نصر الله؟ من نصر دين الله؟ اهل السنه. فعندما نصروا الله نصرهم الله. الله اكبر. سبحان الله. الشيعه ما في شيء يا اخي. جننونا يا اخي. ضرب يا اخي، ليش تضرب نفسك يا اخي؟ اذا تبغى نفسك تعال عندي اضربك. والله حلال. نعم اذا الى السنه يقول انا احب نفسي اضرب نفسي، والسني يساعدك يضربك ضربا. ما تسال مراه سؤال اخر. والله يا اخي هذا دين. والله دين ضرب دين. والله ما زال يا اخي. الله يهديكم يا شيعه، اتركوا عليكم دين 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 الزنادقه. هذا ليس دين. عفوا اخي، هل فاطمه كانت تفعل هذا الشيء؟ هل الرسول هل علي يضربون انفسهم؟ ليش بادلتونا؟ اتركوا علينا، اتركوا الاسلام وذهبوا الى الهندوس والبوذية عندهم مكان فارغ وادخلوا معهم. عندما بايام محرم يضربون واللطم وكذا ويقول لهم وقت اذان الصلاه يكفرونك يقول توهابي. والله في شوف 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 يا اخ شيعي قال له اداء. الله ايش؟ من هو؟ الله لا يشافيك. الله يشافيك. الله يشافيك. يا جاد له انت، جاد له. لا روح جاد له انت تعرف. يا روح جاد له انت. انا ارشد لان انا ارشد. لا خلاص الله يشافيك. انا هارب شيعي مسكين. شيعي انت امامي وقلت لي ليش هارب؟ انا ما افهم كيف امامي وانا هارب. ما فهمت. انا امام الشخص قلت هارب، انا ما فهمت كيف هارب. انا امامك يا اخي، لكن لكي يروح على نفسه قل انت تهرب. كيف اهرب؟ انا الحمد لله انا كل يوم انا هنا امام كل احد في الشارع الحمد لله ادعو الى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد بارك الله فيك في شيعي قال لهم هداه الله الى السنه. شو اسم ابوك؟ يقول لك عندي بنز. ايوه تقول قل الشيعي ما اسم. لا ما اسمك؟ قل لك ابويا يسوق مرسيدس. ايش ادخل اسم ابوك في المرسيدس يا اخي؟ ويقول لك الشيعه لابد تعطيهم 10/10 على اي شيء، على انهم لا يجاوبون السؤال. ما جاوبوا. تسال الشيعي تقول يا اخي لماذا تفعل المتعه؟ طلق المسيار. هو عندهم المسيار في كتبهم. طيب والمسيار ايها الاحبه بالله، المسيار ما معناتها؟ زواج باركانه، لكن المراه باذن وليها تتنازل عن المسكن او عن المصروف. هذا ليس مثل هذا عندهم، وبعض العلماء السنه رفضوه. لكن الشاهد بارك الله فيك، شيعي قال لهم مره، سأل شيخ شيعي قال له لماذا احنا نقول يا علي والله يقول ادعوني استجب لكم؟ قال له هل اصبحت وهابي؟ قال له لكن هذا كلام الله في القران. قال هناك عرف بان الحق مع الذي يسمون الوهابيه، لان كيف اقول لك ايه في كتاب الله تقول لي انت وهابي؟ هم من يوصل الى طريق مسدود على ابراهيم يوصلون قال لك القران محرم اعوذ بالله. نعم صحيح صحيح فكرتهم صحيح صحيح مع الاسف. الحمد لله نحن اهل السنه نبين من يريد بالحق يريد. وانا سبحان الله بعد احيانا تعرف نحن من المغرب العربي شويه منرفين، جزائريين هكا عندنا تنرفز شويه. فبعد احيانا انا المشكله عندما قلت هذا اخرج اللي قال لي انا قلت هو انا خايف منه. قلت له خايف منك؟ تعال نخرج نشوف شكون خايف. من هو خايف؟ ما اراد ان يخرج. لكن انا ما اتيت هنا لابارز الناس،
او اضرب الناس، نعم، لان الشيعة لا اضربهم لان مضروبين من عند الله. لا لا احنا ان شاء الله. تعال انت ولا تعال تعال لا لا مالك تعال تعال. السلام عليكم جميعا. كيفك خالد؟ ايوه هذا شيء خالد، هذا ان شاء الله الله يهديه، هذا عن قريب الله يهديه. يهديك للسنه ان شاء الله. خليني قاعد. تعبد الله وحده. تعبد الله. كيف حال خالد؟ طيب كيف الان؟ انا عندي بس سؤال حاب يعني استفسر منك. اتفضل. سؤال واحد غيرون ورايح عندي. لا لا ما ما تسأل تهرب. لا 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 تهرب لا تهرب. بس يعني تفضل على قد السؤال. اي نعم. اذا موجود هو الحديث او ما كان موجود. طيب انا سمعت قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لم يعرف امام زمانه مات من الجاهليه. هل موجود هذا الحديث او لا؟ هذا لا ما عندنا، هذا ضعيف. ضعيف يعني؟ لا احنا ما عندنا حسب علمي، انا ما عندنا هذا الحديث لما بهذه الصيغه من لم يعرف هذا ما عندنا. هذا ما عندنا. لا احنا عندنا مات ولم نعم صح؟ نعم مات من جاهلية. مات إمام جاهلية. نعم. من هو إمام زمانك؟ أنا إمام زمان. لا الإمام ليس عندكم كما أنتم، إحنا عندنا إمام ولي الأمر، أنا ولي أمري ولي الجزائر، وهذا كاين ولي أمره ولي السعودية، وهذا إحنا عندنا ولي الأمر، إحنا ليس كما عندكم، أنتم عندكم الإمام المعصوم. طيب فيقول كثير من علماء الشيعة، يقولوا بعض علماء الشيعة في زمانهم لم يعرفوا من هو إمامهم. هذه معروفة عندكم، كان في علماء من الشيعة لم يعرفوا من هو إمام زمانهم. طيب هل أنت تعرف إمام زمانك؟ أنا إمام زماني المهدي عجل الله فرجه. كم طوله؟ ما هو؟ صف له لي. ما أقدر أصف لك. ما تعرفه؟ ما أعرفه. هذا حتى أنا ما أعرف الأنبياء. وصفه وصفه. ما تعرفه؟ حتى أنا وصفه وصفه. أعطينا وصفه. أنا ما الوصف وصف. عمره. بس هو أنا جاي أسأل وجاي يعني أعطي جواب على قد فهمي أنا. فما في مشكلة. يعني فأنا لا قارئ ولا تقول يعني عالم زماني. أنا كذلك ليس بعالم زماني حبيبي. أنا كذلك مسكين. أنا خلاص خالد، لكن الشاهد أنت لا تعرف إمام زمانك، أنت تعرف بالاسم، هذا لا يغني ولا يسمن من جوع. أشياء عندنا هواية بس ما حافظنا، عندنا روايات وعندنا أحاديث وكما عندكم روايات. لا لكن حبيبي طيب الإمام ما هي وظيفة الإمام؟ المسلمين. الولاية يكون القوة. القوة كل شيء. فإمامك الإمام الآن هذا الذي اسمه إمام ما عنده لا قوة ولا ولاية، هو مختبئ. مو مختبئ، أنه هو يعني غائب نسميه، احنا ما نقول مختبئ. أوكي، لماذا لا يخرج؟ ها؟ لماذا لا يخرج؟ من رب العالمين يعني، أنا ما أقدر أقول لك يخرج باش له عقبة، يعني هو رب العالمين هو اللي أمر بهذا الشيء مو أنا. فكيف هذا ولي أمري لكن ما أعرفه ولا يدير أي دولة، بل هو أخي بالله عليك، هذا ليس الدين، هذا ليس الدين. بس أنت يعني أنا أحترم. هو خالد هو يقول لك هرب من الدولة العباس، من شرطة العباسيين، هو هرب، هذه معروفة. تمام. هو هرب، طيب كيف هذا الإنسان كان صغير وهرب، أنا كيف يكون ولي أمري؟ ما أعرف أصلاً، ربما أي شخص يقول لك خالد اسمع حبيبي، خالد هذه ما يختلف فيها رجل ولا يتنطع فيها كبشان، لكن أقول لك ربما يأتيك شخص يقول لك نعم المهدي إمام زمانك قال لك لابد أن تطلق زوجتك وأتزوجها أنا، هل تقبل بهذا؟ فكيف تفرق بين كلام؟ ما يقول الإنسان عظيم جدا لهذه الدرجة يقول لك طلق مرتك حتى، هذا مثال مو حلو يعني صراحة. لا لكن كيف طيب كيف تفرق بين كلام، اسمعني يا كيف تفرق بين ما يقوله حقيقة وما يقوله باطل؟ كيف؟ كيف تبين إلا هو؟ كيف تفرق؟ لأن ربما أنت قاعد تسولف هسه العام قاعد تبين أنت على حق وأنا قاعد أبين أنت مو على حق. لكن أنا الناس يعرفوني، أنا لست في الغار يا أخي. أنا لست في الغار، أنا الناس يعرفوني، كل الناس يعرفوني. يعرفون طريقة كلامك ولا يعرفون ما بداخلك عادي. ما يعرفوا بداخلي. اي يعرفوا طريقة كلامك. اي نعم، تعرف طريقة كلامه؟ شنو؟ تعرف طريقة كلامه؟ هو ذا ظهر راح اعرف طريقة كلامه مثل ما قاعد. لكن ما اوكي، ماذا استفادت الأمة بهذا الإمام؟ ما لحد الآن ماكو استفادة. فما ليش تتكلم عنه؟ انساه، ما عندنا فائدة فيه. لا لا لا، هو لحد الآن ما موجود. ما موجود أو ما موجود؟ قلت لك غائب. يعني قصدي ما موجود معانا. هو غائب في السرداب. غائب أو في الغار. أو في الغار أو في أي مكان آخر. لا طيب. من يخرج؟ كل حادث حديث بهذا الموضوع، بس انا قاعد اقول لك على لكن ماذا اتيت بالحديث؟ من لم يعرف امام زمانه مات من جاهليه، انت لا تعرف امام زمانك. من امه الغائب؟ من امه الغائب؟ من هي امه؟ تعرف امه انت؟ نرجس. يعني انت هذا اخي انا ما اقدر اسولف معه صراحه، يعني توني اسوي له توني قبل شوي اسوي له، لا تلمسني وراح اصلي، يعني انا انسان مسلم. هاي لا لا ما اقول هذا، لا هذا الكلام لا هو ليس نجس، ليس نجس هكذا. انت اسمع لا لا بتحمل لا ما تقول لا 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 انا اوافق، هو لا اخطات لا هو اذا تمسك ما في مشكله. لا انا قاعد اسولف معك
طريقة احترامه. يا يا لا خالد خالد والله الله يهديه هذاك انسان محترم. ما جاي اسب احد. من هي امه؟ ما جاي اسب احد ولا جاي اتناقش نقاش. لا هو سالك خالد خالد. لا ما لا اسالني من هي من هي ما هي من هي ام الرسول؟ امينة ما في مشكلة. هو سالك من هي امه؟ ما هي مشكلة؟ لا على علمني سالم مو على امه. هو معلومة هو يسالك. لا عمي بس انا قاعد اقول له يعني. خالد حبيبي اسمع يا اخي الكريم اترك عليك هذا الدين التشيع. هذا دين اخت سريعة اسمع لي اسمع لي كلمة والله هذا اخت سريعة واتونا بهذه الاشياء لكي يتحكموا فيكم في الخمس وفي المتعة. لو قال شخص اسمع اسمع لو قال شخص في شخص دخل الشيعة لاجل الدنيا انا اصدقه لان الشيعة دين دنيا. لماذا؟ عندك المتعة عندك الخمس والله ما شاء الله الدنيا هذه. انسان شيعي ما قاعد يسوي المتعة. خلاص عندكم في كتبكم ان جعفر الصادق قال انه يكره لك أن تخرج من الدنيا ولم تتمتع مرة. جعفر الصادق أو شخص يكره يكره هذه فيما لا يحضر الفاقية في ما لا يحضر الفاقية ما تسمع به كتاب؟ لا ما أسمعت به هذا الحديث ما سمعت به. لا ما أخي معروف هذا عندكم بارك الله فيك. حتى عندما جبريل عليه السلام صعد مع النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه جبريل جاء إلى الرسول قال إن الله قد أمر أن إيش المتمتعين من أمة من النساء مغفور لهم. أنا أجيب لك الحديث بس يمكن هذا الحديث أمشي الحديث أمشي الحديث اسمع وبإسنادي اسمع 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 عن عبد الله حبيبي حبيبي اسمع عن عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة. شوف شوف أنا جزائري جزائري لا لا اللي هني هذا الكتاب هذا من عندكم من موقع المكتبة الشيعية المكتبة الشيعية؟ اي نعم هذه المكتبة الشيعية مو كل مو كل الشيعة هي بس لا هذا كتبه كتبه كلها شوف شوف هذا الكتاب وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء 21 صفحة 13 يقول عبد الله عليه السلام قال سألت عن المتعة فقال إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضيها. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شوف وبإسناده عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت للمتمتع ثواب للمتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. قلت وقال أبو جعفر قال أبو جعفر عليه السلام إن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء قال لحقني جبريل هو يقول جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. فهذا الحديث يا خالد هل سوف تجلس مع بنتك وزوج وأمه وأمك وأختك تقول لهم عن هذه الفضائل عن التمتع؟ أخي بس نعطيك معلومة أهم هو يعني مهم أنا هاي ما بعرفها صراحة هذه ما في مشكلة بس عادي طبيعي يمكن عندنا هذه عندكم عندكم في ما يحضروا فاقية صح صح معروفة ها؟ لا لا عندهم احنا عندنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بس عندكم اشياء يعني انا ما اقدر اطلع بس البخاري واطلع لك اشياء يعني فظيعه جدا لا ما في شيء فظيعه عندنا احنا الحمد لله كيف دين الله سبحانه وتعالى كيف فظيع اذا حديث صحيح دين الله سبحانه وتعالى بس انا قاعد اقول لكم بالكتاب الاصح من بعد القران عندكم هو البخاري نعم عندما تقول في احد داعي فظيعه ما في لان دين الله سبحانه وتعالى كيف انت تقول بعد القران البخاري الشاهد الان التمتع تكلم عن التمتع انت خارج عن الموضوع التمتع التمتع لا 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 هو قاعد اقول لك هو اكو اشياء يمكن انا ما قاري هذا الكتاب وما سامح هذا الشيخ وما سامح هذا عندكم بس انتم عندكم وايد يعني بالبخاري عندكم وايد اغراض عادي يعني اكو وايد اغراض لا اخي شوف اترك علي كلمة الكلام هذا اترك ليش اكو التمتع طلع البخاري طلع البخاري صورة وياك الله المستعان الله المستعان والله انا محب الصور يا اخي لكن
الله المستعان. لا هذا من الهواس ما. الله يحفظك بارك الله فيك. ونحن مساكين والله نحن ربي يغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. وفيك بارك الله. أحبك الله تعلمتمونا فيه. جزاك الله خير بارك الله فيك. بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيكم. الشاهد أنا ذكرتك أحاديث ما تقول لي فيه كذا في البخاري بدون دليل. أنا أتيتك بأدلة من كتبكم عن التمتع. انت الان اصبحت ايش عميت على كتابك الان التمتع انا اتيتك بالطبرسي اتيتك بكتب الشيعة عن التمتع كتب السنة